بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن قرة عيوننا وربيع قلوبنا حبيبنا محمد عبده ورسوله. أحبتي في الله، حياكم الله وسدد على الخير خطاكم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل صيامكم وقيامكم. أيها الأحباب الكرام، برعاية كريمة من الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين، يقيم قسم الدعوة والإرشاد الدروس الرمضانية الموسم الثالث. وفي هذه الليلة المباركة أيها الأحباب الكرام، نترك المنبر لأهله والقوس لراميه مع فضيلة الشيخ الدكتور سمير مراد، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فبعد حمد الله عز وجل وشكره والثناء عليه، أتقدم بالشكر الجزيل من هيئة علماء المسلمين وعلى رأسهم سعادة الدكتور مثنى الضاري، حفظه الله عز وجل ورعاه ونفع به الإسلام والمسلمين. أتشرف بالمثول بين أيدي إخواني من أصحاب السعادة وأصحاب الفضيلة وغيرهم من هذه الوجوه الطيبة، التي أسأل الله عز وجل أن يوفقني لأن أتكلم بما ينفعني وينفعهم، بما قد يتعلق أو يتعلق بهذا الشهر الطيب الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه من المرحومين. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لله عز وجل في كل ليلة من ليالي هذا الشهر عتقاء. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وأزواجنا وذرارينا وآباءنا وأمهاتنا من عتقاء هذا الشهر. لست متقدما عليكم بمزيد حديث أقدمه، وإنما هي علوم قد تجود أحيانا أو تكرر أحيانا أخرى بعبارات قد تختلف بطبيعة صياغتها، إلا أن معانيها المتضمنة لا تختلف، وإنما التوفيق من الله سبحانه وتعالى بما يلقيه على لسان المتحدث بعد قلبه، سائرين المولى عز وجل أن يسددنا في القول والعمل. الله عز وجل خلق الخلق ليأمرهم وينهاهم، وما من عبد مكلف إلا وله مكون من بدن وروح. ولا شك أن الله عز وجل يحث على تطيب البدن بطيب مشربه وتغذيته وملبسه، كما أنه لا شك أنه سبحانه وتعالى يحث على طيب الروح. فكما أن للبدن طعاما يطيبه، فإن للروح إن صح التعبير طعاما يطيبه. الله تبارك وتعالى خلق البدن من تراب، وهذا التراب هو تحت القدم، فعندما يقف العبد يكون واقفا فوق ما خلق منه. وأما الروح فإنما هي نفخة من الله سبحانه وتعالى، ولذا شرف
كل مغذى بشرف تغذيته، كما أنه شرف كل غذاء بشرف ما يغذيه. فالبدن يشرف بالطعام الحلال، إلا أن شرفه مهما سما لا يعدو كونه من تحت أرجلنا. يقول الله عز وجل: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولكن عندما تتكلم عن الروح فإن لها شأنا آخر عند الله عز وجل، فإنها لما كانت قد جاءت من عند الله تبارك وتعالى كان حريا أن يكون غذاؤها نازلا من عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فروح البدن الطعام وروح الروح القرآن. وعليه فمن أراد أن ينمي روحه أو ينمي بدنه بما يقرب هذا وهذا من الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يسعى لتحصيل المعارف أو قل العلوم أو قل الثقافات التي تتكون إما من مفردات وإما من جمل، لتسمو الروح من جهة بالعلم والإيمان، وليسمو البدن من جهة أخرى بالطعام والشراب واللباس الحلال. فإذا اجتمع هذا واجتمع هذا سما هذا المخلوق وصار في عداد الأولياء لله سبحانه وتعالى. لا شك أن الله عز وجل لما تعبدنا إما أنه قد تعبدنا بكلام مسطور أو أنه تعبدنا بالتفكر في كتاب منظور. فما تسمعه من كلام الله عز وجل ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم سبيل إلى المعرفة المؤدية إلى ترقي البدن شيئا بعد شيء لتكمل إدراكاته. فإن الإدراكات قد تختلف من حال إلى حال، ونتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى بعد قليل. وكذلك البدن عندما يتغذى بما هو طيب فإنه أيضا يكون سبيلا لأن يخف أو يشف، ليكون الروح في هذا البدن أكثر إدراكا كما قلنا، ليسمو ليكون من أولياء الله. الإدراكات أو قل الوصول إلى الشيء الذي نريد أن نعرفه بعبارة أوضح يختلف من حال إلى حال. فنحن الآن ندرك، لكن لا يمكن لروحك أن تدرك أكثر مما يدرك سمعك وبصرك، فلا تستطيع أن تسمع صوتا أقل من أن يسمع أو فوق أن يسمع، ولا تستطيع كذلك أن ترى شيئا لا يمكن أن يرى، أو هناك حجاب ثقيل يمنع من رؤيته. وعليه فأضعف إدراكات المخلوق هو حال كونه يقظا. لماذا؟ لأن هناك حجبا تمنعه من أن يدرك أكثر مما يسمع أو أكثر مما يرى. لكن لو انتقل هذا البدن، وهذه من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، إلى حال أخرى ألا وهي حال النوم، فإن الإدراك يكون أعلى مرتبة من حال إدراك الكون حيا. ذلك أن الروح تقل صلته أو تضعف صلته بالبدن. وكما تعلمون أن البدن شيء كثيف يمنع الروح حال اليقظة أن يدرك أكثر مما يسمع أو أكثر مما يرى. حتى إذا كان في حال النوم انطلق الروح فرأى أشياء أكثر مما يراها في اليقظة، فإن الروح قد يصعد إلى السماء وقد يذهب إلى بلاد بعيدة وقد
فلذلك كان الإدراك للروح في هذه الحالة أعلى مرتبة من حال اليقظة. وأما بعد ذلك من الإدراكات فهو حال الاحتضار، فإن الحجب تزداد انقشاعا مما يؤدي بالروح إلى أن يرى الملائكة، ملائكة الرحمن حين تأتي لقبض روحه فإنه يراها أي على حقيقتها، مع كونه في هذه الحياة الدنيا حال حياته لا يمكن أن يدرك من ذلك شيئا. لا أريد أن أطيل، أذكرها بسرعة. الإدراك الأعلى من ذلك إدراك الروح في البرزخ، فإنه يدرك أشياء لا يمكن أن يدركها إلا في تلك الحياة. ثم أعلى درجات الإدراك حين يدخل العبد الجنة، فإنه يرى الله سبحانه وتعالى وليس فوق ذلك من نعيم. كل هذا من أجل أن نعرف أن البدن فيه آلات مسؤولة عن وظائف، إما أن تقدمك إلى الله وإما أن تؤخرك عنه عياذا بالله تبارك وتعالى، وهو متعلق بموضوع صيامنا، فإن العبد يصوم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي عن العلم وعن التكليف وعن غير ذلك من الأمور التي ألقيت على العبد ليتعبد بها الله عز وجل من أمر ومن نهي. إذن فالجسم له مدخلان ومعين يحتضن العلوم الداخلة والمعارف الداخلة من هذين المعينين، وفي نفس الوقت أيضا له مخرجان، وأيضا يخرج من ذلك المعين ما يريد ذلك المعين الذي هو القلب أن يخرجه. فالمدخل الأول السمع، ولا رقيب عليه ولا ضابط، فإن سمعك ما دام سليما لا ينام ولا يغفل، ولذلك كان حال التكليف لكل عبد يختلف من مجرد سماع إلى أن ينتقل إلى قضية الاستماع، والاستماع للشيء شيء آخر. فالأول السمع مدخل، والثاني البصر. واجتهاد الشخص أن القضايا الصورية اللي هي البصرية تكون أكثر تأثيرا على القلب فيما يتعلق بالشهوة، وأما السمع فأكثر تأثيرا على القلب فيما يتعلق بالشبهة. ولذلك غير البصير يمكن أن يدرك من العلوم الشيء الكثير، وكم من غير مبصر قد أبدع في العلوم كونه يسمع. أما إن كان غير سامع وإن كان مبصرا وإن أدرك بعض العلوم إلا أن إدراكه لها يكون ضعيفا. من هنا كان اجتهادي أن الصور تكون للشهوة والسمع يكون للشبهة. لا يعني هذا أن الذي يسمع لا يشتهي أو أن الذي لا يبصر لا يشتهي، لا، قد تحصل، لكن أتكلم عن الغالب، والقواعد الفقهية عند الفقهاء أغلبية وليست شمولية ولا عامة. إذن فالمدخل الأول السمع، والمدخل الثاني البصر، وأما المخرج فإنه أيضا مخرجان. بعد أن يقر في القلب، وكل شيء يقر في القلب يخرج، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعيدان الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يعود أسود مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وفي الرواية: كالكوز مجخيا لا يعني مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نقول: وأما المخارج التي يخرجها القلب فهما أيضا مخرجان، الأول اللسان والثاني الفرج، وأيضا شبهات أو علوم وشهوات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، وفي رواية: ما بين فكيه وما بين رجليه، أضمن له الجنة.
صلى الله عليه وسلم. إذن فقضية عبادتك أيها المكلف سواء في صيامك أو في صلاتك أو في أي عبادة أخرى لها ضوابط للمدخلات ولها ضوابط للمخرجات. لما جاء أحد الصحابة فقال يا رسول الله أوصني، قال عليه الصلاة والسلام كف عليك هذا أي اللسان، فقال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حق الصائم تخصيصا من لم يدع قول الزور والعمل به، ذلك أن كل عمل لا يمكن في الغالب إلا أن يصدر عن قول، إما قول القلب وهو الفكر أو التفكر لاستخراج أمر ما، وإما أن يكون قولا على الحقيقة وهو تحدث اللسان بكلمة ما. يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا؟ لأن الكلمة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تقودك إلى جنة وإما أن تقودك إلى النار. يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت فيدخل بها الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت فيدخل بها النار. والعبد لا يعمل من عمل لا يقوم بتكليف يكلف به من صوم أو صلاة أو غير ذلك إلا يريد بذلك مرضات الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يحافظ على ما يدخل ليكون ما يخرج مخرجا سليما. العبد مكون متفاعل، سامحوني قد أستعمل بعض التعابير يعني فيها بعض الشيء، أقصد بالمتكون أو بالمكون المتفاعل أي أن العبد لا يمكن أن يعيش صامتا من غير حركة من غير كلمة من غير همسة من غير أن يكون مشاركا للواقع الذي يعيشه بأن يكون منتجا إما صلاحا وإما فسادا حسب توفيق الله سبحانه وتعالى له. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. فبقدر ما يعرض نفسه كما يقول بعض أهل العلم تعرضوا لنفحات الله، أي تعرضوا للمجالس أو المواقف أو الكلمات التي يكون فيها الخير والبركة لينتفع بها كل واحد منا. فالبدن يجب أو المكلف يجب أن يعرض نفسه لكل، بل هو متعرض ابتداء لكل ما يؤثر فيه إيجابا أو سلبا. فما من حوله من محسوس أو ملموس أو مشموم أو غير ذلك يؤثر فيه إما سلبا وإما إيجابا، حتى الطعام حتى اللباس يؤثر فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل فقال يا رسول الله أدعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، فقال صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. السبب إخواني لأن التفاعل الذي يحصل بالطعام والشراب إن كان حراما أثر في نمو الحرام في البدن، وإن كان حلالا أثر في نمو الحلال في البدن. ولذا قال عليه الصلاة والسلام أيما لحم نبت بالسحت أي بالحرام فالنار أولى به. السبب أن الذي أنبت بدنه أو بدن غيره بالحرام لا يمكن إلا أن ينتج ذلك الأمر حراما. ولذا قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذو طمرين يمد يديه إلى السماء ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. يعني كيف يستجاب لمثل هذا الإنسان لمثل هذا المخلوق الذي جعل
كل محرك كل متفاعل فيه غير قائم إلا على الحرام عياذا بالله تبارك وتعالى. العبد كونه مكلفا يجب أن يكون قائما بما يملي عليه دينه لا بما تملي عليه نفسه، ذلك أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل الكتاب إلا ليعمل به، وما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا ليطبق. ومن هنا كان الصحابة رضي الله عنهم أكثر استجابة لما أنزل الله عز وجل في كتابه ولما نطق النبي صلى الله عليه وسلم به، ولذا كان أكثرهم من السابقين. يقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. السبب هو كثرة الاستجابة لما أمر الله به فعلا ولما نهى الله عز وجل عنه كفا. وأما المتأخرون فالعكس هو الواقع، ولذا قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لكن أزف لكم بشارة، ولو كنتم من المتأخرين فإن أجركم عند الله سبحانه وتعالى كبير وعظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وددت لو أني رأيت إخواني قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، لكن إخواني قوم يأتون من بعدكم أجر الواحد منهم مثل أجر الشهيد منكم. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. وعليه إخواني الكرام، فهذه أيام مباركة، أيام طيبة، يجب على العبد أن يعرض نفسه فيها لنفحات الله سبحانه وتعالى وللبركات المنزلة من السماء علينا. ولذا شرعت تلاوة القرآن أكثر من غيرها، وشرعت التوسعة بالصدقات والطعام والشراب وغيرها على الأهل والعيال والفقراء والمساكين والمحتاجين. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان جبريل يدارسني القرآن في كل عام مرة. ولما كان قبض النبي صلى الله عليه وسلم درسه القرآن مرتين، ويقول أو قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان. فهذه أيام أقبلت علينا وعليكم بالخير والبركة، فلنقبل على الله بالجود والكرم والمحبة والعفو والتراحم ونبذ التشاحن والدعوة إلى الألفة. وليس شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من إقامة فرض في الأرض، ولا شك أن اجتماع المسلمين على قلب واحد أو تآلف المسلمين ونبذ الفرقة من بينهم محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. فحاولوا ما استطعتم نحن وإياكم أن نكون مجتمعين على الخير، ندعو إلى بث السراء وإخفاء الضراء، العفو، المسامحة، صلة الأرحام، معاملة المسلمين بما يحبون لا بما تحب، نبذ الحقد، والحقد إخواني عياذا بالله تبارك وتعالى، والغل هو في اجتهاد معدن الأخلاق السيئة، كما أن الصدق معدن الأخلاق الحسنة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأما الغل فالله عز وجل يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالغل هو معدن الأخلاق السيئة، والصدق هو معدن الأخلاق الحسنة. فلنصدق مع بعضنا ولنرفع ما بين أنفسنا ما في صدورنا من غل وحقد ولؤم. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، جزاكم الله خير الجزاء، ونتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ الدكتور سمير مراد، مدير ومؤسس مركز الإمامة عبد الله الشافعي رحمه الله، وإلى الملتقى إن شاء الله في الأسابيع القادمة، وبإذن الله عز وجل يكون لقاءنا الأسبوع القادم مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، ويتخلل أيام الأسبوع القادم بإذن الله تروس لفضيلة الأمين العام يوميا، ما عدا يوم الاثنين إن شاء الله سيكون مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر مكي العيساوي. حياكم الله وسلم على حضرتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.